حبايبنا السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اخوكم عمر خليل من برنامج اكتشاف المواهب. معانا النهارده موهبه جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم، هنسيبه هو يعرفكم على نفسه وموهبته. اسمك السلام ايه؟ السلام عليكم. اسمك ايه؟ علاء ياسر. عندك كم سنه؟ 13. موهبتك ايه؟ مطلوب، بقلد مطلوب. طب ورينا كده. انت قلت انت بتقول عايزينك تقول لنا جمله مثلا زي ايه؟ مثلا انا اسمي علاء ياسر وموهبتي بقلد بطوط. قولها بس بصوت بطوط. تاني ده. سلام الله وبركات. علم الدين كده اي حاجه، قول اي كلام كده اي حاجه. انت تمام صح؟ ايه؟ انا اجاوبك. انت معلم والله. تمام. انت تمام؟ والله. انت اسمك ايه؟ عندك كم سنة؟ من امتى وانت بتقلد بطوط؟ 3 سنين؟ ايوه 3 سنين بتقلد بطوط؟ انت معلم. حبايبنا انتوا لو شايفين ان الموهبة دي تستحق الدعم اعملوا مشاركات للفيديو بالله وشير لحبايبكم. خلي الراجل ده عشان ربنا يكرمه. انت نفسك ايه تطلع لما تكبر؟ بطوط. ها؟ بطوط. كي نفسك ازاي تطلع بطوط؟ ادعوا له ان ربنا يكرمه ويطلع بطوط لما يكبر. لو انتوا شايفين ان الموهبة دي تستحق الدعم معانا شير كتير كتير ولايكات كده، وخلوا الفيديو ده يوصل يمكن ربنا يكرم الراجل غلبان يا اخي. حبايبنا واستنونا قريب ان شاء الله، قريب في موهبة ثانية ان شاء الله. سلام. قول للناس السلام عليكم. سلام عليكم. تاني تاني. سلام عليكم.